الراقصة لوسي صاحبة مشوار فني كبير بدأته منذ الطفولة. استطاعت أن تجد لنفسها مكانة خاصة وسط راقصات جيلها، وعندما اتجهت للتمثيل كان حضورها على الشاشة له طبيعة خاصة. اسمها الحقيقي هو إنعام، لكن والدتها أطلقت عليها اسم لوسي منذ طفولتها. بدأت مشوارها في الرقص الشرقي وهي في عمر 11 عاماً، وكانت تعمل في الأفراح الشعبية غير المعروفة، وكشفت أنها لجأت للعمل في هذا السن الصغير من أجل مساعدة أسرتها. اتجهت لوسي للفن، وكانت بدايتها عندما شاركت في مسلسل ليالي الحلمية عام 1987، ثم شاركت في العديد من الفوازير أشهرها أبيض وأسود وإيما وسيما، وتألقت في عالم الفن بأدوار مميزة. لوسي احترفت الرقص الشرقي رغم معارضة أهلها، وأكدت أنها لم تندم نهائياً على عملها في هذا المجال، مؤكدة أن الرقص موجود منذ عهد الفراعنة. دافعت لوسي عن مهنة الرقص، وأكدت أنها عمل شريف، وستكون سعيدة إذا رحلت وهي ترتدي بدلة الرقص. لوسي عندما احترفت الرقص تولت مهمة تدريب الأجانب في إحدى الفترات، وتعاونت مع أحد المراكز المشهورة وتعاملت مع جنسيات مختلفة، لكنها رفضت تدريب الراقصات خارج مصر على الرغم من إمكانية حصولها على مبلغ كبير. لوسي تفضل الاستمتاع بحياتها الشخصية بهدوء، وأصبح ظهورها مقتصرا على الفعاليات الفنية والمناسبات العامة.